مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه بنتكلم عن نماذج يعني مميزة جدا، والفقرة دي معانا نموذج مثالي للرياضية الأم، كابتن مي نصر مدرب مساعد عمومي سيدات الأهلي. صباح الخير والجمال، وكل سنة وأنت طيبة. حضرتك طيبة، صباح الفل. أم صغنونة جدا. مش قوي يعني. لا برضه إزاي؟ الحمد لله. طمنينا على الهدايا، حصل ولا مفيش نصيب؟ لا لسه مفيش نصيب يعني. أوبا. يمكن بعد 10 الصبح يبقى في نصيب. ده لازم ده دلوقتي هنفضحهم لك دلوقتي. إزاي يفوتوا حاجة زي كده؟ حمزه 10 سنين وخديجه 6 سنين. طب 10 سنين مش صغيرين يعني، يمكن بالليل ان شاء الله يحصل. ربنا يفرحك بيهم يا رب. امين يا رب. مهمه مش سهله، يعني فكره ان انت تكوني ام دي وظيفه لوحدها الحقيقه. الحمد لله، والله هي صعبه بس ربنا يعني بيقوي يعني. الحمد لله. الحمد لله. انا كنت بلعب هاند بول اصلا، وبعدين اتجوزت، بعدين يعني خلفت حمزه ورجعت العب تاني. جوزك رياضي ولا بعيد عن المجال؟ لا رياضي، رياضي كان بيلعب هاند بول في المقاولين. اوكي. بس جميل. وبعدين بقى لعبت شويه يعني ورجعت تاني المنتخب، بعدين الحمد لله ربنا كرمني بخديجه فبطلت خالص هاند بول، بس رجعت مدرب يعني. فالحمد لله. طب النشأة بقى كابتن مي، يعني احكي لنا اصلا انت خارجه من بيت رياضي ولا لا؟ لما كنت بتروحي وعايزه تواظبي وعندك حلم في الرياضه، هل كانوا اهلك بيشجعوكي بصراحه، ولا كان وقتها اللي هو ما تركزي في الدراسه، طب انت عايزه ايه من الرياضه، طب ده خليها في الصيف؟ في اهالي كده يعني. خلينا نعرف برضو انت النشأة بتاعتك ايه. انا اخواتي كانوا بيلعبوا هاند بول برضو في المقاولين، هم اكبر مني. احنا الاول كنا بنلعب في مركز شباب زينهم، اخواتي كانوا بيلعبوا في مركز شباب زينهم، فالكابتن بتاعهم فكر يعمل فرقه بنات، فقال كل واحد فيهم لو ليه اخت يجيبها نعمل فرقه يعني. فروحنا عملنا فرقه، كانوا اهلي بيشجعوني جدا يعني. حتى في وقت الثانويه العامه انا كان عندي معسكر في رومانيا مع النادي الاهلي. انا كنت بلعب في مركز شباب زينهم، بعدين اتنقلت من مركز شباب زينهم لنادي الاهلي الحمد لله. وبعدين ساعتها كنت بلعب درجه اولى، مامتي وقتها قالت لي لا روحي دي فرصه ممكن ما تتعوضش، وبعدين ان شاء الله ربنا يكرمك اما ترجعي تجتهدي شويه في المذاكره وهيبقى في وقت يعني. فلا مامتي كانت بتشجعني الحمد لله. وعلى ذكر النقله دي بقى من مركز شباب زينهم للنادي الاهلي، يعني ايه اللي استجد عليكي وايه اللي اتغير في حياتك بعد الخطوه دي؟ لا حاجات كتير طبعا. هو مركز شباب زينهم ليه الفضل طبعا بعد ربنا، كابتن مجدي عبد السلام، بس احب اشكره ربنا يكرمه يعني ويديله الصحه. انا اتنقلت من مركز شباب زينهم للنادي الاهلي. النادي الاهلي حياه يعني. انا يمكن الجمهور لما يقول ان النادي الاهلي روح الفانيلا الحمراء والكيان وحياه، لا فعلا انت لو تربيت في النادي الاهلي فهتحس حاجات كتير مختلفه. في التزام من اصغر واحد لاكبر واحد، الالتزام انت بتروح النادي الاهلي رايح تلعب في اي مكان، انت مش بتفكر هتكسب ولا هتخسر، انت عندك هدف واحد بس. فالنادي الاهلي او قوه النادي الاهلي او قوه اسم النادي الاهلي او كيان النادي الاهلي ده بيدي لك قوه يعني، بيدي لك قوه، بيعلي سقف طموحك في كل حاجه. فالنادي الاهلي بجد سند لاي حد يلعب فيه او يبقى موجود فيه. ماي، مواقف صعبه بصراحه عدت عليكي يعني من وقت ما كنت بتتدربي عادي لغايه دلوقتي، من اصعب المواقف اللي مرت في مسيرتك، سواء تحديات سواء انتقادات سواء صعوبات باي شكل؟ تمام. انا من اول ما كنت بلعب صعوبات، هي مره واحده بس خسرنا، كان وقتها وانا لعيبه، فدي كانت الصعوبه ان احنا مره واحده خسرتي وزعلت. مره واحده خسرت بس وزعلت ده في الاهلي بقى. في الاهلي دي بقى ليكي حق. ايوه بس دي كانت وانا بلعب، بس كان ليها سبب ان احنا كان عندنا بطوله عربيه، والماتش ده كان قبل ما نسافر بيوم، فكان التركيز كله في البطوله العربيه. ما كانش في الماتش، فبس الحمد لله اتعوضت وكسبنا البطوله. صعوبات كتير بقى من اول ما بدات ابقى مدرب، انك تبقى مدرب وتيجي تشتغل فتلاقي حد يقول لك انا ما بشغلش ستات، فده كان اول صدمه، بس الحمد لله ربنا كرمني. ده حصل لك امتى؟ نمر التليفون واديها لنا. بس كده خلاص. انا عايزه اي حد يقرا له اي موقف ابعته لي يا جماعه. ما بشغلش ستات، فدي كانت الصدمه اللي هي. ده على اي اساس بيقول كده يعني؟ ده رايه الشخصي ولا في لائحه مثلا داخليه؟ لا لا ده رايه الشخصي او قناعته ان ما فيش حد يبقى احسن يعني منه او منها، ممكن تبقى كانت ست اصلا. فبس دوت ما عمليش وقفه قد ما هو صدمني، بس ما عمليش وقفه، ليه ما بقاش ست واقف قدام راجل وكاتشن زيه زي في الملعب؟ لان انا بلعب هاند بول في سيدات في زي فريق رجال، ما حدش قال ممنوع الرياضه او ممنوع ان انا ابقى مدرب.
بس فالحمد لله انا كنت مرنت الاول في نادي المعادي. لا بالراحه انت يعني عشان على فكره يعني اللي انت بتحكيه ده نتعلم منه والناس. يعني دلوقتي روحتي قدمتي على حاجه اترفضتي بسبب ثقافه طبعا مش بسبب ثقافه مش هي مش صح تماما. بعدين عملتي ايه؟ يعني قررتي ان انت لا انا هكمل انا مش هيفرق معايا. بس خطواتك كانت ايه بقى؟ ايوه اول لما معلش انا ما بشغلش معايا ستات كده كان باللفظ فشكرا بدات بقى اشتغل في مكان تاني. يعني سبت المكان ده لا هشتغل وهبقى يعني هحقق حلمي. انا عندي حلمي في التدريب زي ما كان عندي حلم ان انا ابقى كابتن النادي الاهلي منتخب مصر. عندي حلم في التدريب ان انا برضو اوصل لحاجه كويسه في التدريب. انا حلمي ابقى مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب يا رب يا رب ان شاء الله. طب انت بتكاتشيني في الملاعب وبتكاتشيني في البيت مع البنات. أيوة. يعني برضو مهمه مش سهله. عندك وقت تكاتشيني في المطبخ ولا ده ما بيحصلش؟ يعني انا مش شاطره في المطبخ الحقيقه بس يعني بحاول. بس قادره تتوازني؟ هي الفكره في الفكره في فكره الموازنه والالتزام بدورك كزوجه وكأم وكرياضيه وكمان بتنشئي او بتساعدي في تربيه بطلات مستقبليات. ف عايزه حد يعني عايزه قدرات. ده اللي عايزه اقوله. ما انا قلت حياتك ربنا بيقوي. بس انا عايزه اضيف لك حاجه. انا مدرسه اصلا الصبح كمان الحمد لله. اوكي ما شاء الله عليك والله برافو عليك الحمد لله. يعني فهو ربنا بيقوي في وجود طبعا امي واهلي فكله بيساعد يعني الحمد لله. طيب موضوع الطبيخ ده ادم بقى السؤال ده بقى. لا برضو ناخد فكره ناخد فكره. انا مش شاطره. لا انا مش شاطره في المطبخ. بس يعني بحاول بجتهد علشان الاطفال هياكلوا ايه. عايز اقول لك لازم ياكلوا في البيت. في رجاله يعني دلوقتي كتير بيحبوا او بيفضلوا بارادتهم هم اللي يطبخوا لما يبقى في وقت. أيوة. يعني الموضوع ما بقاش زي زمان يعني اللي هو لازم يعني في بدائل. الحاجه الاكيده ان دور الام مش سهل. لا وانها بخمس ست دراعات بتعمل خمس ست حاجات. صح. في نفس الوقت. أيوة. وباتقان وباجاده بينتج عنهم ان الاولاد بيبقوا متفوقين دراسيا وكمان رياضيا زي الحاله عندك. الحمد لله. انا عندي حمزه بيلعب في مواليد 2010 النادي الاهلي الحمد لله. فكل بقى الشغل مع البيت مع المدرسه مع توصيل التمرين ويجيب من التمرين فالدنيا فعلا شويه صعبه. بس هو ربنا بيقوي. انت ناويه بقى تخليه هو وبنتك برضو في الرياضه؟ ان شاء الله في الرياضه ان شاء الله. بيلعبوا هاندبول. خديجه لسه في الاكاديميه بتاعه النادي الاهلي فربنا يكرم ان شاء الله يطلعوا احسن يعني احسن مني ان شاء الله. انا عندي سؤال دايما ببقى عايزه اساله للرياضيين يعني اللي هم ولادهم بقى عايزينهم برضو يمارسوا رياضه. ازاي بتعرفي تحطي ابنك في رياضه معينه؟ يعني ازاي انا اعرف بنتي او ابني هيبقوا كويسين في الرياضه دي؟ هو بصي هو انا بروح الاول بقلبي مع الهاندبول فانا بحطه في الهاندبول لان انا هقدر اقول له مستواك فين او مستواك رايح فين. بس لو هو مش شاطر فيها او حابب حاجه بخليه يجرب كل حاجه الاول. انا خليت حمزه يجرب كل حاجه لحد ما هو بقى شاطر في الهاندبول فسيبته بقى يعني هو ارتاح له كمان. حلو. عايزين برضو نسمع منك كده نصيحه لكل ام او لكل يعني ولي امر سواء كان اب او ام شايفين ان لا مفيش داعي ان احنا نخلي ولادنا يلعبوا رياضه دلوقتي عشان ده ممكن ياخدهم من الدراسه. الناس اللي هم مهتمين بنجاح اولادهم اكاديميا تمام. على حساب امور ثانيه ممكن تبقى اكثر افاده بالنسبه لهم على طيب. فكره هو بس الطفل هيفضل طول عمره يقدر يعمل حاجه واحده مش هيقدر يعمل حاجتين. انت لازم تعوده ان هو يقدر يوازن بين حاجتين. بعد كده لو اشتغل هيشتغل مش هيلعب رياضه. هيبقى حاجه واحده. او لو لعب رياضه مش هيقدر يشتغل. فلازم انت تعوده من الاول ان هو يلتزم في الدراسه ويلتزم في الرياضه لان الاثنين مفيدين. لو دراسه بس هيبقى عنده وقت فاضي ممكن يعمل حاجات ثانيه مش هتبقى انت حاببها. فالاحسن ان هو يعمل الحاجه الثانيه وقت فراغه يبقى في حاجه تساعده زي الرياضه. الاثنين مهمين دلوقتي جدا. طب هسألك سؤال يعني لو جاء دلوقتي تعارض ما بين شغلك وما بين الرياضه وما بين ولادك تمرينهم هتضحي بايه؟ شوفي السؤال الصعب ده. صعبه دي. بس يعني مبدئيا لا هو مش هضحي باولادي. ولادي الاول وبعد كده يعني انا. هتشوفي بقى الشغل لان انا شويه حققت من اهدافي فاحلامي اللي جايه كلها معاهم يعني. هم الاول. طب انت هتسعدي اكتر لما تشوفيهم متفوقين دراسيا ولا متفوقين رياضيا؟ لو افترضنا ان صعب يجمعوا بين التفوق في الحالتين بس انهي اللي انت مهتمه بيه اكتر؟ يعني مثلا لو شفت حمزه هيبقى محمد صلاح فهسعد بيه جدا. لو شفته هيبقى دكتور احمد زويل الله يرحمه هبقى فرحانه بيه. هشجعه في اي حته يبقى هو شاطر فيه. ان شاء الله تشوفيه احسن الناس يا رب ان شاء الله. نورتينا يا كابتن مي. شكرا. وانت طيبه مره ثانيه. حياتك طيبه.
شكرا. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع حضراتكم. اتفضل.